سر ليبرتي أو السفينة ليبرتي كان عنوان أحد فصول كتاب 67 الانفجار للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل. وليبرتي هي إحدى السفن الأمريكية التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية للتجسس على إسرائيل في حرب 67. والكلام ده قد يثير دهشة لدى البعض، لأن إزاي تتجسس أمريكا على إسرائيل في حرب لعبت فيها دور لتدعيم إسرائيل على المستويين السياسي والعسكري. الحقيقة إن الولايات المتحدة كانت تخشى من أطماع إسرائيل في الأردن، لذلك كانت عايزة تحافظ على علاقتها بالملك حسين وتحافظ على وعودها ليه بحمايته من إسرائيل. السفينة ليبرتي وصلت الموقع المحدد لها الساعة 12 ظهر يوم الاثنين 5 يونيو، وبدأت في جمع المعلومات اللي تهم أمريكا إنها تحصل عليها.